يقضي أبو وسام ما يقارب الساعة الكاملة من أجل العبور إلى الضفة اليمنى من مدينة الموصل بسبب الاختناقات المرورية والتي باتت تشكل لسائقي المركبات عقدة لهم نتيجة خروج أغلب جسور الموصل عن الخدمة. ازدحامات الجسور يعني دعنا عاني واحد من يعبر من جانب إلى جانب يعني يقتل له نص ساعة أقل شيء إذا الجسر ما بي ازدحام نص ساعة مرات يصل لثلاث أربع ساعة يعني ذاك اليوم أنا عبرت من جسر العتيق ساعة وربع من الفيصلية على ما عبرت رأس الجسر. فيما دعا مواطنون الحكومة المركزية إلى إعادة إعمار جسور المدينة التي دمرت خلال الحرب مؤكدين أن ما تم إعادته حتى الآن وبشكل كامل هو جسر الموصل القديم، أما بقية الجسور فقد تم إصلاحها بحلول ترقيعية. لحد الآن نعاني من الحلول الترقيعية الموجودة بجسور المدينة. لحد الآن مدينة ثاني مدينة محافظة بالعراق لحد الآن بس جسرين اللي يعملونه بصورة صحيحة والباقي كلها حلول ترقيعية. خمس جسور خارج عن الخدمة، اليوم اثنين عندنا تعمل، واحد عندنا يعمل بشكل رسمي، واثنين حلول ترقيعية. اليوم نسأل المعنيين إلى متى هاي الحلول الترقيعية تبقى بثاني أكبر مدينة بالعراق. دائرة الطرق والجسور في نينوى وعلى لسان مديرها أكد أن نسبة الإنجاز في جسر الحرية تجاوزت 80% ولا يزال العمل قائما فيه وسيتم افتتاحه قريبا. أما ما يخص الأعمال في الجسر الثالث فلا يزال العمل في مراحله الأولى وسيتم إحالة الجسرين الرابع والخامس إلى الإعمار خلال شهر آذار القادم. جسر الحرية نسبة الإنجاز تقريبا تجاوزت 80%، أعمال حاليا أعمال صب الديسكلاب. أما ما يخص الجسر الثالث أيضا العمل حسب المواصفات الفنية وأعمال القوس الحديدي إن شاء الله بقريب العاجل سيبدأ العمل بها بعد وصول أغلب القطع اللي موجودة في بغداد. إعلان مشروعي جسر الموصل الرابع والخامس عن طريق تمويل من البنك الدولي، الموعد غلق في منتصف آذار. قلة التخصيصات المالية وتلكؤ عمل الحكومة المركزية هو أهم أسباب تأخر إعادة إعمار ما دمرته الحرب في محافظة نينوى بحسب مراقبين. من الموصل قاسم الزيدي، التغيير.